زي ما حضراتكم شايفين دي البقعة المباركة في منطقة دير سانت كاترين جبل التور. اللي حضراتكم شايفينه ده بالدائرة الحمراء دي جبل التور. ده الوادي المقدس طور. ده دير سانت كاترين. الجزء الفاتح الأبيض ده وهن فيه صور هنكبرها. ربما تكون منطقة جبل التجلي اللي هو الجبل اللي يتم دكه. حد ملاحظ حاجة في الدائرة الحمراء؟ شايف أي حاجة؟ يعني عايزكم تركزوا شوية في الصورة ديت في الدائرة الحمراء اللي هي رقم واحد. مفيش حاجة واضحة. طب هنشوف الصورة بعدين. أنا عارف إن هي مش هتوضح قوي عشان كده هنقرب. دي صورة لمنطقة المنطقة اللي أشرت إليها اللي إحنا بنتكلم إحنا هو فين جبل التجلي؟ هو فين جبل التور؟ أنا أطالب الجيولوجيين وطالبت بالموضوع ده أكتر من مرة. يا ريت الجماعة الجيولوجيين نبدأ نشتغل في الموضوع ده إن إحنا نثبت فين جبل التجلي والجبل اللي تم دكه. ودي مش حاجة صعبة إن إحنا نقدر عن طريق علم الجيولوجيا إن إحنا نكتشفها ونقدر نعرف إذا كان الكتلة الجبلية دي أو جبل التور زي ما جاء في القرن الكاين رفع فوق بني إسرائيل، يعني ما يعني تم خلعه من جذوره اللي هي بنتكلم عن الأساس الجبلي نفسه. فدي نقدر كعلماء جيولوجيا ان احنا نحدد الكلام ده ونثبت للعالم ان القران الكريم صادق وان الجبل التور فعلا تم رفعه. يعني دي انا ده كنت بناشد وما زلت بناشد ان احنا نشتغل كاثريين مع جيولوجيين على حقائق زادات مع ناس من الازهر الشريف كمان، يعني يكون في ناس من الازهر واحنا كاثريين وعلماء وخبراء جيولوجيا نبدا نشتغل ونعيد البحث العلمي. ليه ما بنشتغلش؟ احنا عندنا القران الكريم وعندنا السنين، عايزين ايه تاني؟ كل مقومات نجاحنا ان احنا نوصل العالم سيناء واهميه سيناء موجوده عندنا. احنا ليه سايبين سيناء بالمنظر ده بقت مرتع للارهاب؟ ليه ما بنعمرش سيناء؟ ليه ما بنكتشفش سيناء؟ يعني انا اعتقد سيناء دي لو في اي دوله في العالم كان عندها المقومات الجغرافيه والسياحيه سيناء دي، سيناء دي كانت هتبقى اعظم مدينه في العالم. صحيح 100%. الله يخليك. نشوف الصوره اللي بعديها. لاحظتوا حاجه هنا ولا لسه؟ ما زالت أوهام بصرية. لفظ الجلالة، التكوين السخري لجبل التور بيشكل أكبر تجسيد لفظ الجلالة موجود في الكون. والمشهد ده مش هتقدر تشوفه إلا عن طريق الأقمار الصناعية أو عن طريق الطيران بارتفاع لا يقل عن 5000 قدم. في صورة تانية أنا كبرت. أنا بقول لحضرتك أن الصورة دي قعدت يومين لما شفتها ما نمتش. وأنا هصرح لحضرتكم بحاجة يمكن أنا ما اتكلمتش فيها قبل كده ولا في إعلام ولا قدامي حد. وانا شغال في مجمع البحرين زي ما انتم حكيتوا قعدت 4 سنين. انا تعبت وجت عليا لحظه كنت هسيب الدراسه وسهران طول الليل، فسالت ربنا يا رب اديني علامه وايه ان انا ماشي في الطريق صحيح. فوجئت لقيت عيني على هذا المشهد. ما شاء الله. دي صوره ارتفاع تاني، ارتفاع حوالي 4000 قدم. بنتكلم عن اكبر تجسيد للفظ الجلالة موجود في الكون. زي ما حضرتكم شايفين النقطة ديت، دي الكنيسة والمسجد الموجود على قمة الجبل. لو بصيتوا هنا للتكوين الصخري للكتلة الجبلية في جبل التور، ما بتكلمش ان الجبل كله، لا، الكتلة اللي فوق كتلة صخرية، ربما دي اللي تم قلعها وتم خلعها والله أعلم ورفعت فوق بني إسرائيل، هي لفظ الجلالة. وربما عشان كده اخلع عليك انك بالوادي المقدس طور. وإذا صدقت نظريتي دي فأنا أطالب الدولة بممنوع صعود أي حد يرتدي حذاء أو كذاب للطور. الصورة دي جبل موسى ولا جبل الطور؟ جبل موسى. اللي نزلت عليه شرائع. النقطة البيضة الصغيرة دي، أنا الصورة دي ارتفاع 4000 قدم فوق سطح الأرض. الصورة الكبيرة اللي شفناها قبل كده 25000 قدم. واتمنى يعني القوات المسلحه يعني ان احنا نشتغل في الموضوع ده ونبدا نفسه فعلا موضوع جبل التور، لان فعلا دي دراسه مهمه جدا ان احنا نثبت العالم ان جبل التور هو يعني الناس بتقول هو ايش عرفكم ان ده جبل التور؟ ان جبل التور في مصر، يمكن في سيناء في السعوديه زي ما الناس بتقول. مفيش ابلغ من كده يعني. وزي ما قلت لحضرتك الدايره دي النقطه دي يرجح انها تكون منطقه جبل التجلي اللي دم دكم. يعني لو قلنا ان سيدنا موسى واقف فوق على قمه الجبل وربنا سبحانه وتعالى تجلى على الجبل، يعني بصوا المسافه قد ايه. شايفين انتوا حتى يعني الشكل الجيولوجي للمنطقه، المنطقه الوحيده اللي فيها زي ما انتوا شايفين كده فتحه جزء ده، ربما يكون ده موقع جبل التجلي اللي دم دكم.
دي صورة أخرى برضو أوضح برضو. يعني أنتوا شايفيننا ولا أنا عندي لسه ما زالت الأوهام البصرية؟ أنا شايف لفظ الجلالة، حضرتكوا شايفينه واضح؟ واضح يا ساقية مالها النهارده؟